خدي الحتة دي كمان عشان ترمي عظمك، ربنا يجعلك سبب وتنصفي كل المظلومين زي ما كنت السبب في نصفة ابنه. برضو مش عاوزة تصدقيني يا طنط. طب والله العظيم أنا ما كانش ليا يد خالص في طلوع ابنك، ابنك طلع نفسه. لا العفو، وهو لو أن سيادتك ما جبتيش سيرة في النيابة للي حصل لي من ضباط أمن الدولة كنت خرجت السنة دي. يعني إيه؟ أمال أنت طلعت إزاي؟ يعني الأستاذة دي ما وقفتش كده قدام القاضي وقعدت تقول يا حضرات القضاء يا حضرات المستشارين إن هذا المتهم المايل أمامكم وكده يعني؟ معلش اعذريها، أصل عمرها لا راحت محاكم ولا نيابات، الغلطة غلطتها بقى. لو كانت راحت معايا في كل حبسة من الحبسات اللي فاتت كان زمانها تعرف الفرق بين النيابة والمحكمة. يا سلام يا اخوي، فرحانين قوي كلكم انكم بقيتوا رد سجون ومعتقلات وانا الجهله في وسطيكوا. لا صحيح، انا عايزه افهم انت طلعت ازاي ما دام الاستاذه اللي كلت حته وداخله على التانيه دي ما فتحتش بقها طول الوقت وفضلت ساكته. ايه عايزه ايه يا ابني؟ حقها بالميه. ميه كمان؟ اتفضلي. الله يا حبيبتي اسم الله. وعلى فكرة لو مت هي مسامحاكي في السدرين، أنا لأ. ما تفهمني بجد بقى. شوف يا طنط، ابنك وقف قدام وكيل النيابة وبكل هدوء من غير ما يترافع ولا حاجة قال له سيادتك، هو ينفع يبقى في جريمة من غير جسم جريمة؟ يعني احنا فعلا لو زي ما بيقولوا البهوات خالفنا قرار منع الصيد ولوثنا البيئة البحرية، طب هي فين المركب اللي كنا بنصطاد فيها؟ طب ليه ما قبضوش علينا واحنا جوه المركب يا باشا؟ ما انت عارف ان المركب غرقت لانها اتحرقت بعد ما الموتور انفجر. والله ده الكلام اللي هما بيقولوه سعادتك، لكن ايه الدليل ان ده حصل؟ افرض سيادتك ان الحكومه عايزه تلفق ليها تهمه واحنا قاعدين على القهوه، مش بيحصل سيادتك؟ بس انت لسه من شويه قايل انك لوثت البيئه البحريه، مش ده اعتراف برضه؟ بهزر طبعا يا باشا، هو في حد هينزل تحت المايه يخبط راسه في الشعب المرجانيه؟ طب ايه راي سيادتك لو جبت لي اي شعبه مرجانيه دلوقتي قصادي ما اقدرش اميزها عن اي شعبه ثانيه؟ هي رشيد فيها شعب مرجانيه. جميل قوي، يعني انت جاي النيابة علشان تهزر يا باشا؟ مش القصد، بس الواحد من كتر تلفيق التهم خرج عن شعور. انا زي ما سيادتك شفت خريج هندسة قسم ميكانيك، مال انا ومال الصيد؟ صحيح البلد ما فيهاش شغل، بس يعني هشتغل اي شغلانة زي زمايلي، اهواجي على تاكسي مبيض محارة، لكن هروح ارمي نفسي في البحر وانا ما بعرفش اعوم يا باشا؟ ما تجيش. يا ابن اللذينة يا محمود، اتعلمت الكذب ده كله فين يالا؟ هزعل منك قوي يابا لو قلت لي ان الصيد مانجا. والله يا ابني هو في البلد دي الصيد ما عادش منجاه، لكن برضه ما قلتليش مين اللي علمك الكذب ده يالا؟ الحاجة ام الاختراع يا حاج. هو السؤال ازاي منى سكتت عليك وانت بتكذب؟ وانا كنت هعمل له ايه يعني؟ اهو بقى اخلاقيات المحاماه، ما ينفعش اعمل اي حاجه تضر بموكلي. لا بقى كان يشكلني في النقابه والنقابه توقفني، وانا بصراحه واخد الموضوع قضيه. لا لا لا، انا ما عنديش اي استعداد اضيع قضيتي عشان واحد مصر ان هو يكذب. هو حر يكذب. عمري ما هنسى منظرك في السلام بتحول الانسان. عارفه انا من ذهولي ما لحقتش اصورك، كنت محتاج الكليب ده قوي في اسكندريه. ولا تزعل نفسك يا حبيبي، اكيد امن الدوله صور، وان شاء الله ان شاء الله يا رب في اول حبسه ليك هيدوكي 5 نسخ مرايه. انت هكملي الصدر ده ولا اكمله انا؟ بالنسبة للرز. تحب يا فندم ايه الاسم اللي ينزل على الشاشة لما حضرتك تتكلم؟ أنيس سعيد امبابي، كاتب سياسي وخبير استراتيجي. وطبعا ليه وسابة في وزارة الداخلية. أنا سبت الداخلية خلاص. معلش يا فندم، الناس لازم تعرف معاليك كنت بتشتغل ايه قبل ما تكون كاتب سياسي وخبير استراتيجي. إلا إذا كان معليك يعني لا سمح الله بتستعر من تاريخك الأمني يا سيادة اللواء. لا طبعًا، أنا ليا الشرف إنه كنت بخدم في وزارة الداخلية. طبعًا طبعًا. اكتب يا ابني اللي قلت لك عليه. جاهزين يا أساتذة على الهوا؟ ها؟ كله تمام؟ 30 ثانية. إيه؟ مش هتسأله ابننا عن الصفة اللي يعرف نفسه بيها ولا إيه؟ لا هم عارفينها، ما تقلقش. آه طبعًا، ما هم اللي جايبينك. يعني إيه يعني؟ حضرتك قصدك إيه؟ أحمد لو سمحت. اهدى، اي حاجه عايز تقولها جوه الحلقه لو سمحت. انت ازاي تكلمني بالطريقه دي يا ابني وانا زي ابوك؟ حضرتك مش زي ابويا، انا ابويا في البيت. حضرتك هنا لواء سابق جاي تدافع عن وزاره الداخليه،
أرجوك ما تخلطش الأمور ببعض. إيه يا أستاذ شريف؟ في كده ولا إيه؟ والله يا سيادة اللواء الجيل ده ما ينفعش معاه النظرة الأبوية اللي أنتم مصممين عليها، وبعدين أي حد فيكوا عايز يقول أي حاجة يقولها جوه الحلقة. اتفضلوا يا أستاذ زل على الهوا. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين. في هذه الحلقة يطرح السؤال نفسه، متى تتوقف وزارة الداخلية عن تلفيق القضايا؟ في هذه الحلقة سنطرح قضية من أغرب القضايا، ولو أنه لم يعد هناك شيء غريب في ظل هذه الدولة البوليصية. اتفضلوا الشاي. تسلم إيديك. وما عملش صفقة ليه بقى؟ هو سيادتك كنت جبتي لي حق بالمحاكم؟ هيجي هيجي موت بقى ولا مؤاخذه حمار. اهو يعني عملت صفقه فعلا. لا خليك خليك، قلت لك ما عملت الصفقه، مش عايزه تصدقيني، انت حره بقى. الو امتى؟ ايه دلوقتي؟ طب بيقول ايه؟ يعني لسه في المقدمه. طب كتر خيرك انك بلغتني، انا هفتح اهو. شكرا شكرا يا ولاد. في ايه يابا؟ يا محمود. في ايه يابا؟ تعال اخوك طالع في التلفزيون بيتكلم عنك. عن انا؟ ايوه أنا تعالى. عن انا ازاي يابا؟ هو فين الريموت؟ يا نهار اسود، الريموت فين؟ افتح الجهاز يابا. فين الريموت اهو؟ افتح البتاع ده. السادة ضباط امن الدولة ما اكتفوش باللي عملوه في ابويا على مدى 20 سنة لانه كان بيدافع عن حقوق العمال، ولا انهم منعوا اخويا من حقه في التعيين لانه كان متفوق، ولا انهم حريصين على ضرب الحركة الطلابية اللي بشارك فيها. لا ده وصل بيهم الحال انهم اتهموا اخويا وصاحبه الصياد بقضيه ارهاب. ارهاب؟ ارهاب؟ الله يخرب بيتك يا احمد. شايف ابنك؟ اقول لك ابنك فين؟ تقوليه راح ينقل المحاضرات من زمايله. اتاريه راح ينقلني انا امن الدوله تاني. استنى بس يا ابني اما نشوفه هيقول ايه. طبعا بتضحكي، ده انتوا مرتبينها سوا، انا عارفكم. اتهام بقى ولا افتراض؟ اتهام بقى ولا افتراض؟ كلام المثقفين ده انا ناقصه، انا كل اللي اعرفه ان محمود هيروح في داهيه. عيب بقى كده، الست ضيفه بردك. ما بقى سيبيه براحته، انا عذراه. قال ايه؟ محاوله اختيار رئيس الجمهوريه. طبعا عشان يبينوا للسادة الرئيس انهم قد الثقه والمسؤوليه اللي خليته يدفع للوزاره بتاعتهم فلوس ما بتاخدهاش وزاره الصحه ولا وزاره التعليم. انا مش فاهم ايه علاقه الموضوع اللي انت بتتكلم فيه بالقضيه اللي انت بتقول انهم لفقوها لاخوك. انا ما قطعتش سيادتك يا سياده اللواء، فارجوك خلينا اكمل كلامي. لا من فضلك، لازم نظبط الحوار عشان ما تحولش لخطابه ونضيع وقت الناس. يا سياده اللواء، اداره الحلقه دي مسؤوليتي، من فضلك سيبنا ديرها. اتفضل يا احمد كمل. عملوا ايه في اخوك؟ عذبوه وكهربوه. كهربوا مين يا بعيد الله يخرب بيتك؟ دايش على اخوك. يا محمود يا محمود يا عيلة مكانين، يعني بتقولي خلاص؟ وعهد الله لو عندك راجل نزل قول يا محمود، او انزل انت وعهد الله لا فرجك. ايه ده؟ ده مش ده الواد ده صاحبك؟ يعني صح كده يا محمود؟ ابعد عنه دلوقتي يابا وسيبه في حاله، انا عارفه. ما ينفعش، عمال يهلل في الشارع، ما يجي هنا يقول اللي هو عايزه بينا. انا هروح اشوفه. خد بالك منه يابا، الواد ده طول عمره اهبل في النشان. على رايك نص الطوب اللي بيحدفه بيقع في بلكونه ام عماد. يلا تستاهل. استنى يابا انا جاي لك. ايه يا ابني بس في ايه؟ والله ما انا سايبك يا ابن المفضوح. خد يابا اديله يابا من البصر. خد يابا. اسمع يا حاج. ولا اسمع اسمع، ابعد عيالك الاثنين عني والا وعهد الله هعورهم او اعور نفسي واعمل محضر في ناس. طب خد بس. ولا خش هات كل الخضار اللي عندنا يابا، انا عارفه. امسكوا امسكوا يا حاج، اخده وعطى مش كده. خد امسكوا يا حاج يابا، اديله البصل صاحبي وانا عارفه. خد ولا الواد مش عايز يسمع الكلام ابدا، طلع يجري اول ما شافني. مش قادر ينسى يابا من ساعه ما عدته واحنا صغيرين. مخه على قده بقى. ياك تيجي هنا تاني. ها ايه العيال الهايفه دي؟ يلا بينا يابا. هدي يا اخي، خساره فيه البصل والتوم اللي خده في نافوخه. بقول لك ايه يابا، ما تيجي نرجع نزقه تاني. لا لا لا، ودي البصل مطبخ امك تضربنا. قال ايه ابنك تاني اللي هيتمرمط بس لما اشوفه؟ عيب كده يا ولا، احترم ابوك، هو بس اللي من حقه يمرمط في البيت. بس انا مش جاي اتكلم عن قضيه شخصيه، انا جاي اتكلم عن قضيه عامه. زي ما قلت لحضرتك من شويه، اخويا اتقبض عليه مع واحد صاحبه اسمه سالم،
وهو فعلا اسم على مسمى، عمره ما أذى حد. المشكلة الحقيقية إن أي مواطن بسيط طالما مش مسنود ممكن عادي جدا يتخطف ويضيع مستقبله. الحمد لله إن أخويا لقى التفاف شعبي حوالين القضية بتاعته، وده اللي منعهم إن يكملوا الخطة بتاعتهم. بس في ناس تانية كتير ما بتلاقيش الموضوع ده، وده المهم، إن إحنا إزاي نحمي المواطن البسيط. أنا مش فاهم أنت جاي تتكلم باسم أخوك وباسم صاحبه البسيط ولا باسم مين؟ أنا عايز أعرف فين أخوك وصاحبه؟ إيه؟ لابسين طاقية لخفة؟ ما يظهروا يا أخي، يدافعوا عن نفسهم، يتكلموا، ولا في إيه بالظبط؟ أنا مش جاي أتكلم عنهم، أنا جاي أتكلم عن قضية عامة، وطريقتك في تسخيفها مش هتنفع زي ما بتعمل كل مرة لما يستضيفك الأستاذ شريف. إيه يا أستاذ شريف؟ في كده ولا إيه؟ إهدى يا ست الله وإهدى، إحنا عايزين نوصل للحقيقة، في إيه؟ الله؟ المشكلة مش فيا ولا في أحمد، المشكلة دلوقتي في ضابط أمن الدولة اللي وعدناه إن ما نجيبش سيرة ونكتم على الموضوع. أنا دلوقتي خايف لا يعمل أي حاجة عشان يأذي محمود. مش من حقه ولا يقدر أصلا. يا جماعة اللي حصل ده كان المفروض إحنا نعمله قدام النيابة، مش مشكلة، بس لازم نصلح غلطتنا فورا ونبتدي بالطب الشرعي تاني. طب شرعي تاني؟ انت بتزهقيش؟ لا. ايه ايه مالك ياما؟ في ايه؟ مفيش حاجه ياما؟ في ايه؟ مفيش حاجه ياما؟ ايه؟ طلع النبي، افتح بقى، طلع النبي، شوف مين ياما؟ طلع النبي، مفيش حاجه، مفيش حاجه ياما، مفيش حاجه ياما، ياما ياما بص ايدك. حرام عليك يا ستي، كفايه كده اهو، تعالي يا ولد هات لبن. يا ستي معلش، حاجه يا ولد، هو انا مش قلت لك ما تخبطش على الباب جامد يا جزمه؟ ياما والنبي بص ايدك. ناقصك ناقصك يا ابن الكلب، لا مؤاخذه يا شافع، مش قصدك انت. وعلى ايه؟ خد راحتك يا حماتي، بس بالراحه. لو خد الولا هرتي قرص. هو محمود اتاخر ليه؟ تحيه، قلنا نمسك الطريق بدري. امسكي يا بت، امسكي يا بت، تعالي يا ولا هنا اهو. خلاص بقى ياما. الله، ايه ده؟ هو انا هنزل من غير ما تبص في عينها كمان؟ ما انت عارف الدكتور منعني من النكت. عايزني اقول لك ايه يعني؟ اقول لك هتوحشني وكلام الافلام ده؟ يلا يلا يلا، روح شوف حالك قبل ما ضابط امن الدوله يكبس عليك في اي وقت. ماشي يا بطل. طب ادعيلي. تهبل يلا، امال يعني هدع عليك؟ ما انا بدعي لك ليل ونهار ان ربنا يفتحها في وشك. امشي بقى احسن، عينيا ابتدت تحرقني وشكلي كده هتشندل بقى وتودوني المستشفى تاني. بعد الشر عليكي لو النبي، احنا ما صدقنا يا ام. اشوف وشك بخير يا حاج. بالسلامه يا حبيبي، اوعى تنسى تتشغل وتنساني، لازم تطمني. انا اقدر يابا، اول ما اوصل هكلمك. طيب خد دول معاك. كم دول؟ والله ما كان لي لازمه يا حاج، كان نفسي اقولك مستوره بس انت فضحني بقى. معقول يا عمي؟ هو ده اسلوب تديله فلوس وانا موجود؟ وبعدين ده هيشتغل معايا، يعني هياخد فلوس من تحت الحساب. محمود عيب، رجع الفلوس لبابا. خلي فلوس يا محمود. معلش يا شافع، ابقى قبضه في ميعاد القبض بتاعه. قبض ايه وميعاد يا حاج؟ دول 200 جنيه، انت عارف اللي يشوف الحوار ده يقول ان انت غابزني ب2000 على الاقل. ولا قالوا لك عليها حرامي؟ خد الفلوس قبل ما اغير رايي. ها؟ اسمع، جوز اختك واطي، لو عطاك قرش هيزيل لك بيه. اهو في دي بقى يابا عندك حق. يبقى وصل الحضن ده للحبايب يابا. ها؟ استنى يا ولد، تعالى هنا اهو يا واد التوهي. انت يا واد التوهي، تعالى هنا اهو، تعالى. مع السلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. سلامه ماما. جاك مود، انت اكبر مني. تعالى يا قلب امك. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. يا ام كفاية يا يابا، أنا عارف اللي فيها، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. سلام عليكم. طول عمرك جدع. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.